كيف تبدل 290 حتى لدور كبابا؟ انتوما اللي جوزتوا التورا و... كي جوزتوا هاد العشر سنين هادو اللي فاتوا كيفاش هك شايف دوكا تزاير بين 290 ودوكا؟ رانا خير؟ ها بابا تهضرش معايا علاش؟ هكذاك يقول لي يقول لي انت يا اخي ضل تحكي لي على التورا وتجوزتو والميزانية العشر سنين هادي اقوالي وطنية ماشي لي ماشي لي ما مامنيش بها احنا تاني جوزنا العشر سنين احنا تاني ضلنا التورا ثم ماشي التورا الفتنة صح احنا الفتنة صعيبة أكثر بابا هذيك فيتنا هذيك ما تحكي ليش؟ ما نحكي والو وعلاش؟ هذا ما كي يروح لي الزعف نحكي وقتاش يروح لك الزعف؟ ما يروحش قعد زعفان كل صوفيان كلهم مرادوا يوجد في البيت باش يتزوج او يوجد في البيت في بركي ايه بابا ماشي هذاك هو البروبليم دوك هو صوفيان يجي ان شاء الله من نهارو يدير كلش ان شاء الله كلهم مرادوا كان عبيت وحده في نص خوتو وانتم ما كانعينش هو صوفيان يحوس على الحريه ماهوش يحوس على لا ينعبوا الحريه تاعه علاش حرية يجي لهنا يحس روحو ما يقدر يبوجي لحتى بلاص ما يقدرش هو خلاص والف ايه ملي كان 19 سنه هو تما الحرية اللي تكمل مع الأسرة هذه هي الحرية وي الحرية اللي تكمل في النية هذيك هي الحرية الحرية اللي تكمل اللي تكمل في الحيلة ماهيش حرية ماشي حيلة والله ما حيلة هو دركا هو دركا 18 عام هو تما خلاص ما عقليته لا لا حتموا عليه 18 عام قالوا له حكموا له في الشرع في 18 عام حتموا عليه 18 عام اي بصح العوام يدوزو يجرو في الغربة اخدم 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 جري 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 من بعد تلقى روحك كان زبط على روحك كون خمس سنين كون مروح خمس سنين هو كي راح في 92 خمس سنين كنا شحال 97 كانت الحالة مخلطة شكون يحب يجي في هذاك الوقت بابا كانوا الريسان يطيروا لا لا اللي كيطيروا الريسان اللي هنا طاروا روسهم كاع بصح تخاف كي تكون بعيد تقول له واش نجي ندير ندير الخلطة هو ديجا كي راح كانت بدات تتخلط هذا بابا ولا راهي مور الكاميرا انا دريفة زدت وكبرت وتربيت في القبة ومازال عايشة فيها القبة الحمى اللي تعرفت باللي ولادها كامل راحوا للغربة شورتو لانجلتير في كل عائلة كاين واحد زوج ولا اكثر راحوا واحد منهم خويا سفيان راح في 92 كان عمره 19 عام اليوم قريب 20 سنة فاتو ومازال ما رجعش هذا خويا حمودي زاد في 62 في العام اللي دات فيه الجزائر لانديبوندونس يقري العربية في 92 كان في عمره 30 سنة كان ومازال أخينا مي ماشي أندغريست هادي إما راهي تسنى في صوفيان يرجع من 92 في هداك العام كانت الجزائر بدات تتخلط والقبة وجامع بن باديس شهود على واش صرا قبل ما ندخلو في العشرية الكحلة والحمراء العام اللي راح فيه صوفيان خرجنا من الحومة ورحلنا للدار الجديدة اللي بناها بابا كان في عمري 13 عام لي سوفينير ديال صغري كامل في الحومة القديمة مع الرحلة راح صوفيان وعام الرحلة كان العام اللي تخلطت فيه اللي مات فيه بودياف اللي حسيت فيه بالخوف والبيت واللي فيه تشكل الاتحاد الأوروبي تاني قريب 20 سنة فاتوا وفي 20 سنة صرا ما صرا
هنا ولا هيه. ولقيت روحي كبرت في القبة بصح نسيت كيفاش نعيش فيها. وليت للصغار وحوست فيه على اللي بقى، لقيت روحي نسيت. وليت للحومة والجيران اللي بقاو وبديت نتفكر. شفيت السطح وقعدات البقالات في رمضان، الشوربة البيضة، الحشيش والمعدنوس من المارشي القديم، الزبدة بالميزان من عند المزابي، وصوت الحديثي بالجمعة قبل صلاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شفيت لبغدغي والحشية من كل لون، اللعب في لابلاسات حتى للمغرب. لونسيان لومينوز اللي كان مكتوب فيها مشروبات من بساتينينو، كنت نحب نشوفها تشعل وتطفى في الليل. رحت الياسمين في طريق المسيد، والبريوش بشيكولا مع بن حفري، والكابريس والفوسطة والزيكومار مع المزابي، وكورنيلا كريم بعشرين دورو. نشفى لي جون في الحومة، والضحك في ليالي الصيف كي كانوا يقعدوا في الحومة حتى يطلع النهار. نشفى الحومة كانت تغلي، كانت حية في كل وقت. خويا سفيان كبر في الغربة وأنا كبرت في القبة، ما على باليش كيفاش عاش العشرين سنة اللي فاتوا. كان كل مرة يعيط يقول راني لاباس، ما يشكون شاف. يما تهدر عليه في كل وقت، في كل موسم، كي يكون فرح، كي يزيد صغير، كي تشوف واحد يشبه له في الطريق ولا في تلفزيون. سفيان كي هدرت له على الفيلم ما حبش يبان، وكتب لي اون لاتر اون انجلي يحكي لي فيها حكايته من القبة للغربة. Sister, in order to do the story justice, you have to go back a little to understand the present time and thus conclude some sort of picture. So I'm going to tell you the story as I remember it, or let us say, as unclear as it was. We were completely oblivious to what was. I say that remembering the days in the mosque. حكي لي كي كان يروح للجامع يحضر الدروس، كانوا الحلقات يعاونوه يخرج من الشكل اللي يقع. يشفع على باب الجيران اللي كان مفتوح لنا في كل وقت، كنا عائلة واحدة. قال لي كانت عندنا كويزيون سوسيال، وبيان سور ما يقدرش ينسى بلي عشنا في 14 في دو بياس. يشفع على ايامات الصيف، على صحابو كي كانوا يروحوا فاكونس ويوليو بالحكايات. يشفى كي كان يخرج للحومة، يعرف الناس كل واحد باسمه، يسلم عليهم ويردوا له السلام. فان دي زاني 80 الجزائر نافونسي با، كنا نديرو لاشان على كلش. وفي هذاك الوقت الباغابول كان بدا ينبت في كل دار، ومعاه دخلت ثقافة جديدة خلات مرة في كل واحد فينا. ومع الثقافة الجديدة بدينا نحبو نشوفو دنيا جديدة. في 88 سفيان كان في الليسي، قال لي كان بدا يحس روحو مبحر كي كانوا لي بروف يسقسيوهم واش حابين يديرو بلوطاغ لو غيف. الكلمة اللي كانت تعاود كانت الهربة. سفيان قال لي باش الواحد يكون عنده غيف حاب يوصلو لازم يكون شاف وعرف وجرب حاجة يحبها، وحنا ما كان كاين والو. خمسة أكتوبر تخلطت، وموراها جات التعددية تاع شادلي، وجمعها لسبواغ بلي الحالة راح تتبدل. وسفيان كان كيما كامل الجزائريين فرحان بالحرية اللي تولدت. من 89 ل 91 كان يعاون فيه بابا يبني دارنا باش نخرجوا من الضيق اللي تساع. وكي قريب كملت الدار سفيان هاجر. ديسمبر 91 الفتنة بدات والإسبوار تدفن. وفي فيفريي 92 سفيان جون صغير تاع 19 عام كان بعيد على دارو وبلادو.
لما نشوفوا الفترة الشباب والشباب اللي كان في ذاك الوقت اللي قلت لك كان عنده أمل والانفتاح دائما يفتح أبواب. الانفتاح هنا وقع لنا انفتاح يعني أعطاء أمل كبير للكبار والصغار خاصة الشباب. هذاك مثلا في سن صفيان تشوف المفروض أنهم هما بنة الجزائر يولي يكتب لك في الحيط لندن ولا مانشستر ها ويفكر في الإنجليز يقول لك اذهبوا إلى إنجلترا فإن فيها ملكة لا يظلم عندها أحد. Things which do stick in one's mind is the day leaving home I didn't tell anybody. I remember it very well as if it was yesterday. I remember getting up early, my usual time, after washing and performing salat. I made sure my passport and my ferry boat ticket were with me, and the 200 French francs I managed to save. I had also collected 2 pairs of socks and 2 polo shirts, which I hidden in a concealed bag. That was it. Traveling very light. I remember sitting down to have coffee that morning. Mother was there. Nobody else around. Before I got to leave, she came toward me and gave me 50 dinar. I don't remember her giving me money before, but on that actual day she did. I couldn't tell mother I was leaving. That was very regrettable. The boat trip was a 20 hours ordeal. The worst part of it is the wait before it sailed and then seeing in the distance the port. And as it went a little further, you could feel yourself almost exploding, a mix of emotions. One cannot express it in words. But as the ship has gotten further in sea, a different kind of feeling altogether started to set in. A feeling of adventure. Especially listening to other travelers telling stories about how it is over there. I can tell you I was traveling on my own, but I wasn't alone. Youth about my age, older and younger too, were leaving home for a better life. قال لي مع العوام توالف والغربة تسكن لك في دمك والمعيشة تسهل عليك ما حرقة ولا ماشي حرقة الحياة هنا ماشي تحويسة كاين اللي بكورتو ماشي قادر يولي علاش خاطش في الغربة أمه قادر يسير حياته قادر تكون عنده خدمة ودار يرجع لها دولة أسباب الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية و الديمقراطية لازم يكون الجمهورية الجزائرية الشعبية ما كاش حتى كلمة الشعبية ما كاش شو من شعبية كاين جمهورية إيه جمهورية تاع وقت أفلاطون سير بابي جمهورية أفلاطون في الورق
الجمهورية الثانية نتمنى تكون مدنية بدستور ديمقراطي بأحزاب سياسية ناشطة وباقتصاد حر باستثمار داخلي وأجنبي بحياة ثقافية وعلمية راقية عاد نبدأ نشموا شوية هواء نقي. ولادة جديدة ولادة جديدة لازم ولادة عسيرة لا لازم سيزاريان سيزاريان احنا حابينها سلسة وسهلة ولكن لا 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 الولادة صعبة واش تحب دير The truth is time with its full spectrum has changed in الغربة and home في الصح many are here and there الوقت في الغربة وفي الجزائر كل واحد وين راه مي لا ماجوريتي راهم حاصلين الشيء اللي خلى الواحد يروح مازال هو هو So until Algerians stop leaving the country for better life نهار اللي الجزائريين يحبسوا يخرجوا من البلاد باش يلقاو Then I can tell you Algeria is هذاك النهار نقدر نقول لك الجزائر ولات بعد 20 سنة كيفاش رانا كبرنا العائلة كبرت لينوفو لين يزادوا البنيان طلع والطنوبيلات ولاو اكثر من العباد بصح لو كان تقسيني واش صرا بين 92 واليوم نقول لك ما على باليش نسيت ولا ما رانيش حابه نفكر كيف كيف صرا ما صرا باسطا كي نخمم في الباسي نحس بلي لا ميموار ديالي تمحات نحس بلي حياة جازت عشتها بلا ما نحسها نحس بالفراغ ولا نحس وليت ما نحسش نسينا وسنينا وكملنا نعيشو كيما جات عشنا غايبين والغايبين عايشين فينا عندنا نقولو اللي فات مات سي با سور اللي فات مازال يتعاود الهويه مازالت هي هي هو الهدة، الهربة، الغربة، الحرقة، الحقرة مكتوبة في الحيوط والوجوه تعلمنا ننساو باش نكملو نعيشو بصح باش اللي فات ما يتعاودش لازم نتعلمو نتفكرو سفيان انت تغربت نفيت روحك للخارج احنا بقينا هنا ونفينا رحنا للداخل غيابك غيب الحضرين صغر غمض عين وفتحها على دنيا تبدلت الربيع تخبى الصيف تبحر الخريف حزن والشتاء طولت وانا سكنت في الغياب مرتين راك انتي شابه راك كلاس انتي شابه يوم 71 سنه أنا في 70 سنة الله يبارك فيك كبر كبر طولو أزلت البركة يما مازال كيتبني صغيرة 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 نشوف أنا داري ويا أنا داري يا ورحي ما تدانا ششي ورحي لي عشاء صوفيا لراهو في الطريق نيك بشي يا
يا وقلبي طاح ناردي طاح شديتو بيا ناردي جيبو الردوايا ارتاح من عند اليهودية يا نقعدة يا نرحي ويا نادري وارعض غصريني في الباب يا انا قلت مدانا وليدي ولا حد مانا الاحباب يا ريح بحر كرهنا دراعية يا وماد الصحيانا وليدي وقلبك باردانا عليا يا ناري ويا ناري ويا ناري يا ناري ويا ناري على وليدي الغري يا انا قاعدة يا نرحي ويا ناري ونعود غصري في الباب وانا قلت من انا بيدي ولا حد ما انا الاحباب يا ورحي يا مطيني حنتي ويا انا دري ورحي ما تدانا ششي ورحيلي عشايا يا نبي راهو في الطريق يقبشي وقلبي طاح قلانا قلبي طاح شديتو بيا ناديا جيبو الدواء